سلام نات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. في هذا الفيديو كما شفتوا في التيتر جايبه لكم واحد الهول، واحد الهول شويه مبدل. هذه المره جايبه لكم الحوايج من المغرب، صطوني واحد الحوايج من المغرب وغادي نوريها لكم. نبدا نوريكم. اول حاجه صطوني هما شراو لنا هما هاد الحلوى اللي هنايا، حلوى وبيمو. جبت لنا ميكا فيها الحلوى والبيمو، يا كما تشوفوا المسكا فيها حاجه اخرى جابوا لنا هما جاد ميكا، ما عرفتش واش فيها في الحقيقه، غير كنت نقول لكم واش فيها. صافي حليتها، قبل ما ندير فيها ميكا اخرى. هاد ميكا فيها هي العطور، بلا ما نحليها لكم نوريها لكم، بلاتي نقول لكم اين عطور فيها. حاجه اخرى جابوا لنا هي هاد الميكا فيها هادي، ما عرفتش انا واش هي. ها هي تندي، غادي نكتب لكم السميه ديالها من هنايا باش تعرفوها. حاجه اخرى جابوا لنا هي واحد البيجاما شراوها الماما. شراو لها البيجاما بالوان ديالها، نوريكم ها هو البنوار ديالها، ومشي طول بزاف تا هو، فيه بحال هكا كاين مع الجهه ديال العنق والقب ديالها، وكما قلت لكم مطولش بزاف، يوصل على حساب الرقبه، مطولش بزاف. و بيجاما تريكو ديالها هو كي داير، نوري لكم ها هو بالبوطون هنايا في الصدر. الشكل ديالها زين بزاف الحقيقه، حاميه بزاف، على عجبني التوب ديالها بزاف، في هذه الكتبه هنايا في الوسط، و في هاد البوردر من هنايا في العود ديالها، والسروال مديور بهاد البوردر ديالها. السروال كيما كتشوفو التوب ديالهم زين بزاف الحقيقة، عجبني بزاف التوب ديالهم، حامية بزاف في المشطة هكا كي مزيانة. ودركا تنفوتو الحوايج ديالنا ديال البز. عندنا هاد الميكا كاملة، غادي نوريكم واش فيها. اول حاجه فيها هو هذا الباس، مزين تو حقيقه عجبني بزاف، شراو هذا لاختي الصغيره هيبه، زين بزاف. واخا جاها شويه كبير دركا، تلحقش هي عاد شويه صغيره، جاي شويه طويل. حاجه اخرى اللي شينا هي هاد الكتمه ديالي، راك تشوفوا هاد الكتمه نايك فليغري بالجاكيطه ديالها بالقب، هنايا جاكيطه طويله شويه، و بالسروال ديالها ها هو كي داير السروال ديالها، فيهم فيها واحد الجيب هنايا في الدور. السروال ديالها ماشي بحال مزير، ماشي كولون، مطلوق شويه بحال ديال الكاتمي. تنجو نخلي لكم الصوره ديالي لابسها من هنايا. حاجه اخرى اللي شرينا هي هاد الكاتمه لخويا الصغير انور. هاد الكاتمة زينة بزاف حقيقة، عجبتني بزاف. هي بجاكيطة ديالها القب، هي فيها السلسلة، و هنايا دايرلها الخيط هنايا في العنق. هي فهاد الألوان هكا كيف الأبيض و الكحل و الأزرق، و فيها اللور هاد السيمبول ديال لاكوست كما كيقولتلكم، زينة بزاف. هاد الحوايج كلشي صيفطهم لي جدي من المغرب، و كيما قلتلكم فيها هنايا السيمبول ديال لاكوست. و ها هو السروال ديالها، تا هو في الالوان ديال الجاكيطه من الخيط، ها هو. عجبوني بزاف هاد الكاتمات، انا في الحق جاوني ثني. و باقيه واحد الكاتمه اخرى ديال خويا ادم اللي شويه كبير، هادي بحال الشكل الاخرى بصح بها فيها الازرق فيها الحمر. ها هو السروال ديالها كما كتشوفوا بحال الاخرى ديال انوار، بصح فيها ماشي الازرق فيها الحمر. ها هو السروال ديالها كي داير، فيه هنايا سيمبول نايك، سيمبول لاكوست، فهمتي؟ و حتى هي بالجاكيطة ديالها، هي بالقلب، فنة مزينتها،
بهاد الالوان في الاحمر الابيض والكحل، ومن اللور حتى هي فيها السيمبول ديال لاكوس. وصافي هادشي ما كاين في الكسوه اللي جابوا لنا، غادي نوريكم هاد العطر اللي قلت لكم، غادي نوريكم بلاتي. صافي الحليت السيمبول اللي طلعت عليكم، راه كانت فيها بزاف الميكات جديده، على بزاف الميكات، وفيها هذه الكليله كما البدايه، هذه كليله صيفط لنا الميك اب، و صيفط لنا هنايا العطور، غنوريكم العطور اللي صيفط. اول حاجه قالت الميك اب هي هذا الفلفل الاحمر. كاين هذا الميك اب ديال الكمون، كاين هذا الميك اب ديال سكينجبير، كاينه هذه الكركمة، كاينه الفلفل الاسود، وصافي هذوك هما اللي كان داكشي ما كان ما جابوه لنا. وهادشي كما قلت لكم جابوه لنا من المغرب، جابوه لنا من تاوريت، وصيفطهم لنا جدي من المغرب. وصافي هذه هي لا فيديو ديالي، الا عجبتكم ديروا لي لايك، ما تنساوش ديروا لي ابوني، ونشوفوا في فيديو جاي. سلامه من هنايا، كنشكر بزاف جدي وميمه، شكرا بزاف، جابوا لنا كل شيء هاد الحوايج فنين مزينتهم، ومن هنايا كنطلب سيدي ربي يطولهم في العمر ديالهم. وشكرا لكم نتوما بزاف حتى نتوما، وشكرا الى وصلت حتى للجزء الجاي ديال الفيديو، نتوما الفيديو الجاي. بسلامه.